بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال في برنامجكم دقة قلب. معكم الدكتور وائل أبو الخية، أستاذ المناعة والتحاليل الطبية، ونائب رئيس الجمعية المصرية للخلايا المنشأ الغذائي. النهاردة زي ما تعودنا دايما إن احنا نتكلم في الجديد في التشخيص والعلاج. أحدث حاجة دلوقتي في التشخيص والعلاج، ليه؟ لأن الجمعية أساسا قائمة على كده، يعني إحنا هي جمعية لخلايا المنشأ عامة، ولكن استراتيجية الجمعية إن إحنا نبحث في كل ما هو مفيد للمرضى في التشخيص والعلاج للأمراض اللي ملهاش علاج. فإحنا النهاردة هنتكلم، هندي رسائل مختصرة كده على حاجتين: على العلاج المناعي للأمراض المختلفة ومنها السرطانات والأمراض الخبيثة، لأن احنا لما بنيجي نتكلم بنتكلم على الأمراض اللي ملهاش علاج أو بترجع تاني أو بتنتشر، وبالتالي يبقى احنا محتاجين هنا ان احنا نشوف ايه الأبحاث الجديدة اللي بتتعمل في العالم ونبتدي ان احنا نجري فيها زينا زي بقيه العالم، على اساس ان احنا نفيد المواطن المصري والمواطن العربي، ما يحتاجش ان هو يروح يتكلف مبالغ كبيره جدا في حاجه احنا نقدر نعملها. واحنا عندنا ما شاء الله يعني عقول كويسه، وعندنا طلبه واساتذه واطباء مهره، ممكن ان هم يعملوا يعني دول لما بيسافروا بره او بيندمجوا في وسط علمي بيبدعوا. طيب ما احنا ممكن نظهر ابداعهم هنا، فده اللي ابتدينا فيه فعلا من سنة 2006 في الجمعية. ابتدينا في الاول في الخلايا الجذعية وازاي ان احنا نفصلها وازاي ان احنا نقدر نقول ان هي ديت نوع كذا ودي نوع كذا، نبتدي نفصلها من مصادر مختلفة زي من الدم، من النخاع، من الدهون، من الحبل السري، من الجسم العادي، ونحولها يعني خلايا بالغة نحولها لخلايا جنينية. ابتدينا ندرب الأطباء والباحثين من الكليات المختلفة وطلبة ودكاترة وأساتذة، ندربهم ونعمل ورش عمل على ازاي ان احنا نفصل الخلايا الجذعية، ازاي نحولها من خلايا مثلا متاخدة من مصادر من الدهون مثلا لغضاريف، لعضلات، لأسنان، لمختلف وعملنا رسائل كتيرة جدا جدا في مختلف المجالات، حوالي 120 بحث يعني منشور في المجلات الدولية والمؤتمرات الدولية. وده طبعا مش مجهود فردي، احنا طبعا بنشتغل كفريق عمل. طيب احنا دلوقتي اخر ما توصلنا له، يعني احنا طبعا احنا لسه شغالين في ابحاث الخلايا الجذعية في الحيوانات وفي المعمل وفي العلاجات المختلفة وتجارب العلاج من خلال ابحاث ورسائل علمية، ماجستير ودكتوراه، وكل الكلام ده معانا ناس يعني الحمد لله ناس صغيرة في السن، ولكن قدرت ان هي رغم ان هم لسه طلبة في كليات الطب ان هم يقدروا يعرضوا ابحاثهم في المجلات الدولية وفي المؤتمرات الدولية في اوروبا وفي امريكا وفي اسيا. النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا، المناعة. المناعة هي خط الدفاع عن الجسم. احنا يعني بفضل المناعة ما بيصبناش بكتيريا اللي موجودة في الهواء، في المية، في الأكل، في حياتنا الطبيعية. المناعة هي اللي بتدافع عننا ضد الميكروبات وضد الجراثيم وضد بعض الأورام برضو، ولكن الأمراض السرطانية أو الأورام الخبيثة مشكلتها إن هي خبيثة. يعني ايه خبيثة؟ يعني الورم الخبيث ده بيبتدي يكون حوالين نفسه
جدار زي الطيارة اللي الرادار ما بيرصدهاش، فهي بتعمل برضو نفس الموضوع ده، بتحيط نفسها بغشاء من البروتين أو جدار من البروتين بحيث إن ما تدنش للخلايا المناعية. طيب احنا دورنا ان احنا نشوف والله بقى الناس ابتدت تبحث في ايه. يعني دلوقتي احنا بيبتدي البحث معانا ازاي، ان بيجي مثلا حد والله عنده اورام. طيب الاورام ديت ايه الجديد فيها؟ بنبتدي ندور في المواقع زي مواقع وزارة الصحة الامريكية، التجارب العلاج، المواقع العلمية، ونبتدي نشوف والله الناس دي بتعمل ايه. من خلال المؤتمرات برضو ساعات بيعرض الجديد، وإن كان نادرا من خلال المؤتمرات، ولكن المؤتمرات الدولية الخارجية بتبقى غالبا فيها يعني ظهور للحاجات الجديدة ديت، وخصوصا من خلال المحاضرين والمعرض بتاع المؤتمر نفسه، لأن طبعا الشركات بتتسابق إن هي تبين المنتج الجديد اللي بيشخص او اللي بيساعد على التشخيص. فبنبتدي من خلال ده نجمع معلومات، ونبتدي على الاساس ده ان احنا نبحث ونطور ابحاثنا بحيث ان هي تواكب المؤتمرات اللي احنا هنروح نحضرها، وتواكب المريض المصري. يعني مش هنروح ندور على امراض نادرا لما بتيجي للمصريين، ولكن احنا برضو بنركز على الامراض اللي بتصيب المصريين وليس لها علاج او علاجها قديم. يعني دايما العلاج القديم احنا لو فضلنا نشيل عليه مش هنعمل حاجة. فمثلا السرطان او الاورام الخبيثة، احنا عندنا مثلا واحد زي الرئيس كارتر رئيس امريكا السابق أصيب بورم جلدي، والورم الجلدي ده اللي هو الميلانوما ابتدى ينتشر في جسمه وينتشر في الكبد وفي المخ. ابتدوا يعالجوه بالعلاج الإشعاعي. العلاج بتاع الأمراض السرطانية هو القديم أو اللي قائم لغاية دلوقتي عند بعض الناس اللي ما بتطورش نفسها، اللي هو العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي. وطبعا كلنا عارفين علاج كيماوي يعني معناه ان انا بدي كيماويات. طيب احنا معانا اتصال، اتفضل. مدام شادية، مدام شربات، اهلا يا مدام شربات، اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. انا عندي يا دكتور، عندي بنتي الكبيرة كان عندها فشل في النخاع. فشل في المبيض؟ في النخاع. في النخاع. ايوه. وقعدت 16 سنه تنقل دم وصفايف. يعني انا الصوت ضعيف شويه، اللي كان فشل في النخاع. وبقالها كام سنه؟ قعدت 16 سنه تنقل دم وصفايف. وطيب دي يعني الامراض ديت محتاجه زرع نخاع. يعني هنا الفشل النخاع. بنتي توفت يا دكتور. عندي نعم. بقى عندي ثلاث اولاد. ايوه، ثلاث اولاد نفس المرض بتاعها. ثلاث اولاد توفوا بالمرض ده؟ لا، بنت واحده الكبيره اللي هي توفت بالمرض ده. طيب انا يعني هو انا الصوت، يعني لو تعالي صوتك شويه عشان اسمعك. انا بقى المرض ده وراثي، وراثي مرض وراثي. ايوه بقى انا متجوزه ابن عمه وكده. طيب تمام، انا يعني هجاوب حضرتك على الامراض الوراثيه. نفسي يا دكتور، نفسي ان هم ما ياخدوش دم وصفايا، بس العلاج الوحيد الاول والوحيد لهم الدم والصفايا. ايوه ملهمش. ايوه انا مش عاوزه انقل لهم دم. يعني عندي ولد عنده 11 سنه. وعندي ولد عنده 12 9 سنين. تمام. وبنت 4 سنين. تمام. وانا مش عاوزه انقل لهم دم. كلهم عندهم نفس المشكله دي؟ ايوه. الدكاتره اول ما انا كنت عاوز اعمل زرع نخاع بالحبل السري من البنت الصغيره اللي خلفتها دي. ايوه. فما طلعش. كانت بنتي كان عندها 15 سنه، وما كان ال
اللي هم الحبسوية ما كفاش السن ده طبعا. ما خدوا هم 2000 خلايا، وهم كانوا عاوزين 4 مليون خلايا. هو حضرتك دلوقتي بيتنقل لهم دم كل قد ايه وصفايح؟ الله يرحمها بنتي كانت بتنقل كل اسبوع اول ما نقلت الصفايح والدم. ايوه هي اتوفت من السكر، جالها السكر وقعد يتلخبط، ما كانش العيا ما كانش موافق بعضه، كان على طول يحصل لها غيبوبة وكده. تمام. طيب انا هجاوب حضرتك يا استاذ شربات دلوقتي. هو الـ زي ما مدام شربات كانت اتكلمت بتقول ان مرض وراثي بيصيب اولادها، بيجي لهم فشل في النخاع او ايا كان، يمكن هي يعني ثلاسيميا او مرض وراثي بيحصل، وبتحتاج ان هي تنقل طبعا دم وصفائح دمويه كل اسبوع. في الثلاسيميا وانيميا البحر الابيض المتوسط من الامراض المنتشره جدا، والهيموفيليا والامراض الدم عامه. ابتدى دلوقتي ان احنا اولا نشخص الحاله قبل ما يحصل، اذا كنا هنعمل تلقيح مجهري او اذا حصل حمل طبيعي، ففي اول 10 اسابيع ممكن ان احنا نشخص الامراض الوراثيه دي من خلال ان احنا بناخد عينه. مش لازم بقى، كان زمان لازم ناخد عينه من السائل الامنيوسي اللي حوالين الجنين او من الرحم. دلوقتي لا، احنا ممكن ناخد عينه من دم الام نفسها، كعينه دم زي ما بنعمل صوره دم كده، ناخد عينه عاديه خالص ونفصل الدي ان ايه بتاع الطفل ونبتدي نشوف هل عنده اوراق وراثيه ولا لا. وده هو ده الجديد في التشخيص اللي بيسموه نان انفيزيف، او مش مضر للام ولا للبيبي ولا لحد خالص. نتائجه تقريبا حوالي 80-90%، وده نتيجة برضو كويسة ان احنا نقدر نقول والله الطفل اللي هيتولد ده عنده حاجة ولا ممكن ان احنا نعمل سقط، وخصوصا ان السقط مثلا في اول 10 اسابيع او 14 اسبوع ما لسه ما دبتش فيه الحياة، فما يبقاش فيه حرمانية يعني. طيب احنا معانا اتصال تاني. مدام شيماء من القاهرة اتفضلي. الو السلام عليكم. صوت لو سمحتي علي صوتك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايوه حضرتك يا دكتور، انا والدتي عندها روماتويد، وكنت عايزة اطمن كان ده مرض وراثي ولا ايه. عندها روماتويد وايه؟ هي عندها روماتويد وكنت عايزة اطمن كان يعني ده مرض وراثي، يعني ممكن يتنقل لبنتها مثلا او لحد من العيلة او كده. لا 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 لا، هو ده حضرتك مش مرض وراثي ولا حاجه، ويعني في نسبه ان بعض العائلات بيبقى عندهم الروماتويد، بس ده حاجه نادره جدا جدا يعني. انما الروماتويد الروماتويد ده مرض مناعي، الجسم بيهاجم الغضاريف بتاعت من خلال اجسام مضاده بتكسر الغضاريف، فبتؤدي الى الام في المفاصل وكده. بقى ليها علاج مناعي برضه دلوقتي من خلال الحلقة، يعني هتكلم عليه دلوقتي ان شاء الله. وبالنسبة لوالدي عنده السكر، يعني ممكن برضه ده اكيد وراثة. السكر مش وراثة، ولكن السكر بيسري في عائلات، يعني ما نقدرش نقول عليه ان ده وراثي، لان وراثي ده معناه ان هو في الجينات نفسها. لا، هو مش في الجينات، ولكن يعني في امراض بيسموها فاميليار او عائليه، غير الامراض التي تورث. فلقوا ان نسبه السكر في بعض العائلات زياده شويه. بالنسبه يا دكتور، لما مثلا واحده تكون بتعمل دايت ووزنها ده يثبت فجاه، ومثلا ما بينزلش نهائي بقى، مع انها بتعمل رياضه وبتاخد علاج لما للدايت بتعمل دايت والسكر ما بينزلش؟ لا، يعني الوزن بيثبت فجاه، ده ليه اسباب ان الوزن يثبت فجاه مع ان مثلا الدايت ده مستمر عليها مع عليه وكده ومستمر على العلاج. هو الدايت ده معناه ان حضرتك بتعملي تخسيس.
طيب ما يبقى طبيعي ان الجسم بيخس لحد معين، وبعد كده حضرتك بتثبتي الدايت بقى علشان ما ينزلش اكتر من اللازم. ما هو انا لو حتى ماشي على نظام الرجيم اللي انا باخده، النظام الغذائي، تلاقيه برضه وزني ثابت فجأة عند رقم معين، ما بينزلش حتى لو انا مكملة على الدايت. فده ليه سبب؟ ممكن مثلا يكون في ناقصة حاجة في جسمي، ما او في حاجة بيبقى يعني لازم نعمل تحاليل هرمونات بقى، نشوف الهرمونات نفسها اخبارها ايه، الكورتيزول وال الغده الدرقيه وكده، نشوف ايه الاخبار، ما يمكن في مشكله في الهرمونات محتاجه تتصلح. فحضرتك برضو ممكن تاخدي تليفوني وتبعتي لي عاملة غدة التحاليل. درقية وطلعت تمام والله الحمد لله، بس مش عارفة هو الحمد ايه السبب. لله الحمد لله. يبقى احنا برضو ايه لازم نتابع مع دكتور يعني غدد وهرمونات علشان نعرف الهرمونات دي ليه الوزن ما بينزلش اكتر من كده، يعني ليه وقف عند حد معين. تمام. فاحنا نستكمل الكلام ان احنا دلوقتي عندنا الامراض السرطانيه. الرئيس زي ما قلنا الرئيس كارتر كان جاله الميلانوما اللي هو ورم سرطاني جلدي وانتشر في الكبد وفي المخ، وادوله علاج اشعاعي الاول كسروا بيه الورم نفسه، فالورم طبعا ايه حصل فيه ان هو زي ما يقولوا اتفتفت بقى قطع صغيره. ابتدت يدوله علاج مناعي اجسام مضاده ضد اتعرفت عشان تنشط المناعه، ابتدت المناعه تتعرف على الاجزاء اللي هي اتكسرت من الورم وابتدت تهاجم الورم. بعد كده بعدها بثلاث شهور عملوا له اشاعات وتحاليل لقوا ان الورم اكتفى تماما، وقعدوا يتابعوه. عشان كده المنظمة الغذاء والصحة الامريكية صدقت على العلاج ده سنة 2014. هو علاج مكلف، وهنتكلم بعد الاتصال اللي معايا. اتفضل اتفضلي يا هبة. هبة السلام من عليكم. المنيا. اهلا يا هبة، عليكم السلام. لو سمحت يا دكتور، انا عندي زي فيروس من تحت الدكتور في التناسلي، يعني فيروس تناسلي شالهولي بالكوي. دلوقتي الدكتور قال لي في ممكن يكون عندك فيروس في عنق الرحم، تمام؟ الدكتور عمل لي مسحة، مش مسحة يعني، اخذ من الافرازات، عمل اختبار تمام. الافرازات تمام، واخد يومين يعني، ما خدش اسبوع ولا كده، يومين. وبعدين التحليل طلع فيه صديد نسبة بسيطة. يا دكتور يعني ده عندي فيروس ولا ايه؟ ما هو مش فاهم. النسبة الصديدة دي معناها ان ممكن يكون فيروس، والفيروس مش لازم يعمل البابلوما فيروس، ده مش لازم تعمل صديد ولا حاجة، هي بتعمل افرازات لا وبتعمل يا دكتور عندي زي سنطة، بيقول سنطة او كده. بالظبط، بتعمل زي زوائد جلدية. الزوائد ديت بتتشال، وفي تطعيم ضد البابلوما فيروس. طب يا دكتور مش ده بيجيب سرطان؟ ما هو احنا بيجيب السرطان لازم عنق الرحم يتشال كده؟ علشان لا قدر الله فعلا، نعم؟ ما هو احنا نخاف ان هو يتحول، فهو ده مش سرطان مبدئيا، ولكن احنا نخاف ان اي زوائد من الفيروس بتاع البابلوما ده ان هو يقلب لسرطان. فعشان كده في تطعيم من زمان، التطعيم ده على فكرة من طب ماشي، من زمان يا دكتور، ده انا ما اعرفش ان كان في تطعيم كده. بس انا دلوقتي انا متجوزه لي 8 سنين، لا ملوش ليه علاقة عندي من بالجواز، ما دلوقتي ليه؟ يعملش مشكلة خالص، نعم ما يعملش مشكلة في الجواز يعني. بس لا، انا ليا 8 سنين طلع عندي، ليه ما كانش عندي الكلام ده انا؟ لا ما هو ليه؟ ده فيروس زي اي فيروس بيجي في اي وقت يعني، مش لازم ان مرضي هو يكون حاجة مرضي من زمان يعني. مرضي يا دكتور، نعم. مرضي لا يعني مش معدي، يعني ما يعديش، لا هو بيجي في الأنسجة يعني دي. الفيروس ده بيجي في الأنسجة عشان يعدي الزوج، ده حاجة يعني ما بتحصلش. لا ما ار بي سي يا دكتور 1.2 يعني تحليل، سامعني؟ بتقول ارقام ايه؟ الار بي سي ار بي سي. 1.2. لا ليه حضرتك طلع ابعتي عندي؟ لي عشان مش هنعرف عشان وقت البرنامج، طب ما انا ابعتي يا لي دكتور مش عارفه، طب ابعته ازاي؟
ابعتيها، تاخدي النمرة من الاعداد وهتبعتيها لي على الواتساب ان شاء الله. طب يا دكتور، طب يعني انا لو عندي تواليل وكده الحاجات اللي بتطلع دي الصمت يعني الفيروس في عنق الرحم، اخد التطعيم برضو؟ ناخد التطعيم طبعا، ولازم يعالج الدكتور النساء يعالج الزوائد دي. نستكمل بقى الحديث على العلاج المناعي للأورام. طيب ازاي بنعالج الأورام دي؟ ما احنا قلنا ان هي خبيثة وبتنتشر. طيب بناخد الـ يعني قلنا مثال الرئيس كارتر ان هو خد العلاج المناعي ده والحمد لله الورم تلاشى مع العلاجات مع العلاج الإشعاعي. في اتصال؟ متهيألي كده. دلوقتي هنبتدي ان احنا نقول والله طيب، وبعدين منظمه الصحه والغذاء والصحه الامريكيه صدقت على العلاج المناعي ده من سنه 2010 للميلانوما مثلا اللي هي الاورام الجلديه، للسرطان البروستاتا ابتدى دلوقتي من 2015 صدقوا على سرطان الرئه، سرطان الكبد، سرطان الثدي، وده حاجة مبشرة جدا. أولا العلاج المناعي ميزته إيه؟ إن هو ما فيهوش أضرار جانبية، يعني كلنا عارفين العلاج الكيماوي بيؤدي إلى سقوط الشعر، وإن هو علاج أساسا قائم على إن هو بيكسر كل خلايا الجسم وبحيث إن يكسر معاها الخلايا السرطانية. لا، العلاج المناعي بقى غير كده، العلاج المناعي ده علاج حقن بتتاخد تحت الجلد غير مؤثره اطلاقا على النظام الصحي او بقيه الانسجه بتاعت الجسم. هي كل فكرتها ان هي بتتحقن تحت الجلد عشان تنشط خلايا المناعه ان هي تبتدي تهاجم الانواع ديت من الخلايا السرطانيه، فتبتدي تتعرف عليها وتهاجمها حتى لو هي غطت نفسها بالغشاء البروتيني اللي احنا قلنا عليه. ليه؟ لان هي لما اتكسرت وابتلت المناعه تعرفها ابتلت ان هي تكسر تحارب كمان البروتين اللي حواليها، فهنا ابتلت ان هي تقدر تسيطر على الورم ده. طب بيعملوها لمين؟ يعني اي حد عنده اورام كده يعمل له الكلام ده؟ خصوصا يعملوها اي حد عنده اورام كبير او صغير يتعمل له الكلام ده فعلا. طيب يعني بياخد كام جرعه؟ المفروض ان هو بياخد جرعه كل حوالي سنتي تحت الجلد كل اسبوع لمده 6 اسابيع. طب لو زود عن كده في مشكله؟ مفيش مشكله خالص. طب ايه الميزه بقى بتاعت ان انا اديله العلاج المناعي ده؟ الميزه ان احنا عندنا اورام ما ينفعش تتشال، يعني موجوده في اماكن لو اتشالت هتأثر على حركة الإنسان خصوصا اللي في المخ أو في الرئة أو كلام زي كده. طيب دلوقتي الورم ده ممكن يكون بيتشال جزء منه بس مش كله، ده حاجة تانية. حاجة تالتة، الورم اللي انتشر في الجسم هيعمل له إيه؟ هيديله كيماوي جامد جدا ممكن يؤثر بالسلب على حياة المريض، فيبقى هنا العلاج المناعي دوره إن يزود مناعة المريض اللي مناعته ضعيفة ده ضد الاورام، بحيث ان هي لما تيجي حتى لو شالها كلها وعمل علاج اشعاعي او كيماوي ان هو ياخد العلاج المناعي ده عشان ما ترجعش. لان احنا شفنا بنشوف ناس كتيره جدا بتاخد العلاج الكيماوي الاشعاعي وبعد مثلا 6 شهور او سنه تلاقي الاورام رجعت تاني وانتشرت في الكبد في الرئه في المخ. يبقى احنا هنا العلاج المناعي بيوقف الانتشار ده وبيخلي فيه خط دفاع في الجسم ضد الورم ده. طيب كانت المدام شربات اتكلمت على الامراض الوراثيه. دايما اللي عنده خلف ولد عنده مثلا مرض وراثي سواء في الدم سواء في الاعصاب او العضلات او الكلام ده بيبقى خايف، او في الثلاسيميا، يعني في معظم الامراض الوراثيه امراض بتصيب الجلد، امراض بتصيب المخ، امراض بتصيب العين، فبيبقى خايف يخلف تاني. طيب نعمل ايه؟ هنا بنعمل تحليل وراثة للأب والأم ونشوف هم عندهم العامل الوراثي ده ولا لأ. طيب يا إما نعمل بقى
تلقيح مجهري وناخد البويضة السليمة هي دي اللي يتم زرعها علشان ينجبوا طفل سليم، او اللي مش قادر غير قادرين على التلقيح المجهري ده يبقى الحمل الطبيعي. طيب حصل حمل طبيعي نعمل ايه؟ كان زمان لازم يدخل ياخد عينة من بطن الام الحامل من حوالين الجنين، من السائل اللي حوالين الجنين او من المشيمة، ويبتدي يحللها علشان يشوف خلايا الطفل فيها يعني العامل الوراثي ده ولا لا، او المرض ده ولا لا. دلوقتي بقى يعني الجديد بقى ان بيسموه التحليل الغير النون انفيزيف او الغير مضر. ازاي؟ ان احنا بناخد عينه من دم الام نفسها ونفصل منها حاجه من اتنين، يا اما نفصل الدي ان ايه اللي هو اللي داخل النواه اللي بيشكل الامراض الوراثيه، هو بي 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 بيطلع من الجنين ويروح في الدم بتاع الام، فنبتدي ناخد الدي ان ايه ده ونفحصه ونشوف الكروموزومات اللي فيه هل سليمه ولا لا، هل الـ 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 الاحماض الامينيه اللي فيها ناقص حاجه او فيها المرض الوراثي اللي احنا بندور عليه. طيب كمان ابتدوا يعملوا حاجه كمان مساعده، ان هم ياخدوا كرات الدم الحمراء بتاعه الجنين. كرات الدم الحمراء بتاعه الجنين فيها النواه، هي عشان هي فيتال او لسه بتاعه الطفل اللي داخل الرحم ده، فهي بتبقى فيها نواه. كرات الدم الحمراء اللي في جسم البالغين ما فيهاش نواه، فبالتالي لما بناخد النواه ديت بنقدر نفحصها ونقدر ان احنا نقول والله الطفل ده مصاب فعلا بالمرض الوراثي ولا لا. طيب قدر ان احنا عرفنا ان هو مصاب بالمرض الوراثي، لو بعد 3 شهور يبقى او بعد 4 شهور بيبقى نفخ فيه الروح ده يعني شرعا. فما ينفعش يعني بعض الفقهاء والبعض الاخر اجاز ان هو يعمل سقط، لان كده يبقى يعني قتل نفس. طيب لو احنا شخصناها بقى بعد 10 اسابيع، لا هنا مش قتل نفس ولا حاجه، لان هو لسه لم ينفخ فيه الروح. فهنا ما فيهاش خلاف دي ان 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 لو اكتشفنا القصه ديت يبقى الافضل ان يحصل سقط. طيب لو احنا ما لقيناش العامل الوراثي ده يبقى تكمل حمل عادي. تكمل حمل وده هيبقى يعني كده احنا مطمنين بنسبه 90% ان شاء الله مش هيحصل المرض الوراثي للطفل اللي هي حامل فيه ده. فهنا ده الموضوع ابتدى ينتشر في كل العالم، ابتدينا ان احنا نعمله في مصر علشان نوفر يعني امان لبعض الناس اللي عندهم امراض وراثيه، ودول كتير جدا. ابتدينا نتابع موضوع ونعمل رسائل ماجستير ودكتوراه على العلاج المناعي للاورام، اللي هو انت لو حاولت تعمله مثلا في امريكا هيتكلف مثلا حوالي $90,000. الموضوع مش ما بيتكلفش التكاليف العاليه ديت، ولكن التكاليف العاليه دي بتيجي نتيجه ان دي شركات ليها موظفين وليها اوفر هيدز وليها تكاليف تانية وضرائب وكلام زي كده، فده اللي بيعلي اسعار. وبرده هو موجود في بلد اسمه لوحده، لما تقول انا باخد المصل من امريكا او من فرنسا فده بيديله ثقة اكتر. ابتدينا نعمل الامصال دي هنا، لقينا ان هي قصة ما تتكلفش $90,000 ولا حاجة، يعني ممكن تبقى تتكلف $2,000 مثلا في الست حقن. طب ما ده يبقى شيء عظيم جدا، بنوفر بيه نفس التكنولوجيا واللي هي مش محتاجة اجهزة عظيمة جدا ولا حاجة، لان الامصال يعني الامصال دي هي الامل في المستقبل لمرضى الاورام. اعزائي المشاهدين، انا يعني وقت الحلقه خلص، وان شاء الله هنبقى دايما مع بعض في الجديد دايما في الطب والتشخيص. شكرا والى اللقاء.